الشوط للمشاركة في الانطلاقات والتحديات، بينما نسير مشاهدينا الكرام لنحمل دائما تحديات البطولة وتحديات الناموس في مشاركات المساء. شوط الختام على بركة الله يسير مشاهدينا الكرام ليعلن عن حضوره وتقدمه في هذه اللحظات مع المهجنات الأصايل من اللقاية والنخبة التي تشاركنا في هذا المساء الجميل. عودة إلى البداية ومشاركة البداية هنا فريدة، من تحتل المركز الأول وتقتنص فرصة الانتقال إلى البداية الأولى لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثاني هناك هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد في عملية التضمير، محمد بن سعيد بن بروك الحميري. والمركز الثالث هجن العاصفة تقدم العنود مع المركز الثالث والواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات جواهر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، يضمها سعيد بن راشد بن غدير تحتل المركز الرابع. المركز الخامس نشوف اللي من الجانب الاخر، هناك تسلل مشاهدي الاعزاء انتزعت المركز الثالث، الله يا الشاهنيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوب، يضمره حمد بن عبد الله بالطير العامري احد الشباب كذلك القادمين في الانطلاقات والتحديات في موسم ان شاء الله سيكون ناجح بكل المقاييس التراثيه والتنافسيه. المركز الرابع وصلت الفائزه لهجن الرياسه عمليه التضمير، حمد بن احمد بن مايد الخيل يحتل المركز الثالث، المركز الرابع هملولة، المركز الخامس في هذه اللحظات وصلت شديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوب، علي بن راشد بن حمد بن غدير. المركز السادس هناك جواهر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد بن سعيد المكتوب، يضمها سعيد بن رايد بن غدير. المركز السابع، هنا في هذه اللحظات لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوب، حمد بن علي العويسي في عملية التضمير، بينما المركز الثامن نشاهد المركز الثامن الهجن العاصفة تحتل المركز الثامن، ولكن هناك هجن زعبيل تقدمت من خلال وجود الشاهنية في عملية التضمير. ياتي راشد بن محمد بن مروشد يحتل المركز الثامن، المركز التاسع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوب، ياتي المركز التاسع في هذه اللحظة وعملية التضمير نتيج بسالم العرطي الحميري، بينما المركز العاشر وصلت طاري من هجن العاصفة عملية التضمير لدى الواثق حمد بن راشد بن غدير. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الأولى المتقدمة في نشاط هذا الشوط وفي النداء الأول لمجرياته وما تحمله لنا من خلال التحديات والانطلاقات. لكن نعود إلى البداية، نعود إلى المركز الأول، الفائز الآن تقدمت واحتلت صدارة هذا الشوط لهجن الرياسة مشاهدينا الكرام عملية التضمير والمتابعة. هنا حمد بن أحمد بن مايد الخيالي يأتي ويحتل المركز الأول في انطلاقة الفائزة لتفوز حتى هذه اللحظات بناموسي هذا الشوط. المركز الثاني هنا فريدة من هجن العاصفة تحتل ثاني المراكز عملية التضمير لدى الواثق حمد بن راشد بن غدير. والمركز الثالث هناك هجوم من قبل تواجد الشاهيني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وحمد بن عبد الله بالطير العامري يحتل المركز الثالث. المركز الرابع وصلت الان في هذه اللحظات الشاهينية او شديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم علي بن راشد بن غدير، ولكن انطلقت جواهر من الجانب الاخر، جواهر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، المضمر المحنك سعيد بن راشد بن غدير تقدمت نشوة لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب، يضمرها مطر بن سيف الله حج الهاجري يحتل المركز الخامس. المركز السادس في هذه اللحظات هجن زعبيل تقدم الشاهينية مع المضمر راشد بن محمد بن مروشد، هناك شعار سمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوب يقدم الشاهينية مع المضمر حمد بن علي العويسي في المركز السابع. المركز الثامن هناك مهولة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب، عتيج بن سالم العرطي الحميري بالتضمير. المركز التاسع هجن العاصفة تقدم العنود، والمركز العاشر طاري من هجن العاصفة في هذا الانطلاق مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. هذه الأسماء التي ذعناها على حضراتكم مشاهدينا الأعزاء، لا زالت أحوال هذا الشوط مع الفائزة لتفوز بناموسي هذا الشوط وتتقدم تقدم جميل وملحوظ من البداية، من بداية الشوط تقريبا وهي تقود هذا المسار الجميل وهذا التحدي الخطير. الكيلو الأخير إذا مشاهدينا على الأبواب وتأتي الفائزة في مقدمة الذي يسيرون في الدرب الطويل، إنها الفائزة لهجن الرياسة مشاهدينا الكرام، لا زالت متقدمة، لا زالت تسير، ولكنها تزيد بالفارق بينها وبين البقية، تزيد عن المنافسين.
المنافسين تهرب عن بقية المشاركين. إنها الفايز اللي هجن الرياسة مع المضمر هنا حمد بن أحمد بن مايد الخيالي. إذن ينطلق لخيالي على المركز الأول ليقدم هذا الشعار الجميل، الشعار المثير، الشعار النادر ليحتل المركز الأول. والانطلاقات والتحديات وصدارة هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله يسير. ومشاهدين الأعزاء على الدرب الجميل، على الدرب الأصيل، وللمرة الثانية لهجن الرياسة وكذلك المضمر حمد بن أحمد بن مايد الخيالي بدون منافس على الإطلاق ينطلق ويسير بمشاركة هذا الشوط نحو التحدي الأخير، نحو ختام انطلاقات هذا المساء ليختتم هذا الشعار الأحمر، الشعار الغالي، الشعار المميز بانطلاقته المميزة وانطلاقته الفريدة. تهانينا لهجن الرياسة على هذا الفوز، تهانينا للشاب حمد بن أحمد بن مايد الخيالي حيث قدم الفائزة. المركز الثاني جواهر مشاهدين الأعزاء من هجن لسمو الشيخ حمدان بن محمد إبراهيم سعيد مكتوب. المركز الثالث والرابع لهجن العاصفة. المركز الخامس نشوة لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم. هكذا كانت النتيجة لمجريات هذا الشوط. نعود بالتوقيت الزمني في انطلاقة الفائزة وحيث ما قدمت هذا الأداء وهذه المنافسة القوية حيث استطاعت أن تقدم حضورها ومشاركتها في شوط الختام بست دقائق ثمان ثواني ست أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وكذلك الثانية حمد بن احمد بن ماي الخيالي. بينما المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء وصلت هنا جواهر اسمه الشيخ حمدان بن محمد ابراهيم سعيد مكتوب 6 دقائق 14 ثانيه جزئين من الثانيه. ثانينا المحنك سعيد بن راشد بن غدير. المركز الثالث وصلت في طاري 6 دقائق 16 ثانيه.